ان انا اتعاملت في مع اسامه في الفيلم ده ومع كل الكاست بتاع العمل، مع ان اسامه قال لي في الاول الفيلم ما فيهوش كمان كلام، فيه رياكشنات كتير، فقلت اجرب. وطلع فيلم هادف، ويا ريت من خلال الفيلم ده نلاقي حل لمشكله البلطجيه. كان نفسي يعني نناقش الموضوع ده النهارده ونشوف حلول ليه. وانا يعني من وجهه نظري ان البلطجيه دول اصلا يعني ناس من المجتمع، واساس البلطجه الجهل والبطاله. والبطاله طبعا كل الناس زمان كانت مشكله، كنا عمالين نقول البطاله والناس اللي عايزه تشتغل، لحد لما بقت قنبله وخلاص يعني انفجرت وجابت لنا مشاكل. فانا اتمنى ان احنا اول حاجه عشان يعني نعمل كنترول على مشكله البطاريه دي، ان احنا نرجع هيبه الشرطه. يعني يبقى في مسانده للشرطه، اي راجل شرطه، مع ان احنا شايلين منهم طبعا، اي راجل شرطه بيتعرض لاي اهانه او اي البلطجي، ان احنا نقف جنبهم عشان نرجع هيبه الشرطه والبلد. سعداء بيكم وبنحترمكم زي ما انتم احترمتونا وجيتكم عشان تشوفوا الفيلم وتتناقشوا معانا، بس كان نفسنا القاعه دي مليانه عن اخرها. ده طبعا الممثل، ده شخصيتي يعني، انا كممثل انا ابقى طمعان ان كل يبقى الصاله ارشف ليها عشان الناس تشوف المعروض. انما اوكي، ظروف الحياه والبلد والزحمه والحر والحاجات دي كلها، هي دي امنيتي، ان نفسي يبقى في دعم مش مادي بس هو دعم، يعني تبقوا جنبنا معنوي، يعني ان الحكايه تنتشر ويتشاف الفيلم كويس جدا والناس تناقشنا ويشوفوا ان في حد بيقدم حاجه مش مستني مقابل منها، لان هو الراجل ده عامل ده على حسابه انتاجه هو. احنا مش مهم، احنا موضوع ان ناخد فلوس او ما ناخدش، احنا اشتغلنا كتير جدا من غير فلوس، فما فيهاش مشكله عشان احنا بنحب الشغلانه دي، بنحب المهنه دي. فبس احنا عملنا حاجه واحنا حابينه، حاجه احنا نفسنا ان هي تتشاف والناس تعرف ان في مهنه الفن، يعني عشان ما يبقاش كل الناس بتبقى فاهمه ان الشغلانه دي فلوس بس، يعني احنا بنسعى على الفلوس بس، لا طبعا في هدف، هدف حقيقي مش كلام ولا شعارات، ان الفن وهو رساله وهو دي حقيقه، في حاجات اهو بتتقدم من منطلق الرساله. ف يا رب انا نفسي ان شاء الله ان الفيلم يتشاف على اكبر عدد ممكن وتتحل المشكله دي ويعني ويلاقوا حلول ليها، لان حلولها موجوده جدا، موجوده وسهله جدا جدا جدا، واللي هم عاملينهم عارفينهم، يعني اللي هم عاملينهم هم عارفينهم. اللي عمل بلطجي هو عارف هو عمل بلطجي ويقدر يقاومه ويقدر ياخده ويوجهه لمنطقه ثانيه يستفاد منه. بس شكرا. هو الحمد لله الفيلم دلوقتي مسمع كويس قوي، وفي قنوات كتير بيكلمونا وهم بيدوروا علينا وعايزين يعرضوا الفيلم، بس مش عايزين يدفعوا فلوس. مش مشكله يعني، مش مشكله خالص، ما بنفكرش في الدعم المادي، لان انا لما عملت الفيلم ده ما فكرتش انا هصرف عليه كام ولا هكسب منه كام. انا كل اللي يهمني ان دي ظاهره غريبه على المجتمع المصري، واحنا عملنا ده عشان نواجهها. وان احنا بنقول يعني، انا دايما بكتب على الفيسبوك كده جمله بحبها قوي، بكتب على الفيسبوك انا اكتر واحد بيحب مصر، واللي عنده راي او يعني يفكر ان هو بيحب مصر اكتر مني يقول لي. انا بقول كده وتحدي، بقولها لاي حد، لاي حد ومصري، اي حد، انا بقول لاي حد انا اكتر واحد بيحب البلد دي، بحبها اكتر من ولادي، اكتر من ابني وبنتي. انا عندي ولد وبنت، بس انا يعني حبي ليهم لا يقارن خالص بحبي لمصر. وانا بحمد ربنا ان هو يعني احنا المفروض ندفع ضريبه لربنا ان هو خلقنا مصريين اصلا. فاحنا يعني في الوقت نفسه احنا يعني في اوقات كتير جدا بحس ان احنا ما نستاهلش ان احنا خلقنا مصريين. اكبر نعمه ربنا انعم بيها علينا ان هو خلقنا مصريين، الشعب اللي الحضاره في دمه، من غير ما يتعلم ولا يتثقف ولا يتربى ولا اي حاجه، برضه بتلاقي الحضاره في دمه. منين؟ جينات ربنا خلقها وحطتها في شعب
الشعب اول ما بيلاقي خناقه بتلاقي الشوارع كلها فاضيه، الناس قاعده في البيت مش عايزين ينزلوا، الشعب بيكره لون الدم، شعب عمره ما هيحصل عنده فتنه ولا عمره ما هيحصل انقسامات. وكان دايما الناس في الفتره اللي فاتت على الفيسبوك كله مرعوب، يقول لك البلد بتبقى